كيف بقول العمت بقلبك العمت؟ ما تخليش الأموات يحكم على الأحياء بالشقاء. كيف تفكري في مستقبل ماتي وما ماتت هنادي؟ مي يعني مش قادر مي عطشان انت حياتي أم بترجع لأني مي لو تسيبيني تبقي برضه ما تحكيش عن التفكير بجيب لك مي بس طيخلص هالفلي سكيت بك سكيت وخنت نفسي دغينة فكرت في يوم من الأيام ما جاش على بالي ان سلاح اللي حاولت اجرحك بيه حيجرحني انا كمان ما تفتكرش اني خارجة كنت افضل نظرة الحقد اللي كانت في عينيك وانت لك ولا حق القران والرحمه اذا قمت عليك لسمع فيك الفرع كله سكيت بقى سكيت 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 بطلي ما خليت تنزل